ناس اليوم فاتك اليوم معنا. لا مو معنا انا وزع قلت هذه بس اللي عندكم يا رجل بجيزان ما شاء الله سلطان عرفوه انا معروفون شوف انت معروف عشان تعرف يا راكان انت قلوب الناس يا راكان الله يطول لي بعمرك الناس يا اخي يحبون انا تدري انا ايش قايل قلت اول واحد بيجي وبيصور معي والله اني له 1000 ريال اول واحد انت الحين الناس من برا بسمع كلامهم يقولون ام عبد الله وعيالها والاخرين واللي يكلمون فهد كل جوك درع ب 10000 صراحه انا من طق الكبد لا لا انا اقصد من جمهور من جمهور لا والله اي والله اسحب حكي الفاضي خصم الحين كلكم شهدت يا رجل وش قال؟ قال واحد صور معي له 1000 ريال ايوه ابد تستاهل شفت انت؟ طيب ما حتصور احد لحالي ابشرك كاميرا حسين لا ابد شوف اللي يصور فضاح فضاح من الجمهور والله العظيم يا قرب دعمي احفظوها احفظوا كلامه ولقطوا الصورة وحطوها على الحساب وخلي فريق دعم يحولكم على الفريق عاد هم بيصورون كلام قاعد يلا يكري تبغى تكبر انا ودي ادخل محل ودي ادخل محل تعمل سلامة يصير زحمة شفت اصور سلامة بيصير زحمة العول يلبي واليوم خلاص يا اخوي يا جمهور صوروا مع ركام من عيونه بيعطيكم الفريال انا بصور انا والثاني كم تعطيه؟ الثاني كم تعطيه؟ لا ما عندك حصانه؟ ما صور الثاني بعطيه 1000 بس خليه يجي حلوين ايه بسوي حركه برسع عليه اخواني اقول انت خل عاد الجمهور احنا متسابقين ما صورنا سبقكم بيعكم